أهلا بك سعادة العقيد. فيما يتعلق بهذا التمرد الذي انتهى سريعا في روسيا من قبل مجموعة فاغنر أو ميليشيا فاغنر، يعني كيف راقبت هذه العملية من وجهة نظر عسكرية واستراتيجية؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين وضيفك الكرام. طبعا يعني هذا التمرد هو تمرد من شخص ليس مشمول بال يعني بالقواعد العسكرية، ولا تحكمه أي نوع من أنواع أنظمة الخدمة التي تجري في القوات المسلحة في أي دولة من دول العالم. هو عبارة عن قائد ميليشيا، يعني هذا بين قوسين، عندما تقول قائد ميليشيا فأنت يعني تعرف عنه بسرعة بأن هذا الشخص يعني ليس طبعا شخص من تعداد القوات النظامية، وإنما هو قائد ميليشيا مأجورة لها مهام. هذه المهام عبارة عن يعني بندقية مأجورة قبل أن تستخدم في أوكرانيا، استخدمت في سوريا، استخدمت في ليبيا، استخدمت في مالي، استخدمت في تشاد. هذه القوى يعني مرتزقة طبعا تحركها كيفما تشاء وأن تشاء. في الواقع يعني هي تعمل من أجل مردود مادي، هي وحتى قائد مجموعة فاغنر يفغيني بروفيجين يعمل بأجر مادي، وغايته من كل هذا الشيء ليس غاية وطنية وإنما هي عبارة عن غاية مادية. وطبعا يتحرك حتى لو كان مثلا الأمر الذي أعطي إليه أمر عسكري يعني غير حقيقي أو عفوا غير يعني منطقي ينفذه. يعني مثلا لكن هذه المرة، لكن هذه المرة دكتور عبد الله، من الذي يعطي بروغوجين الأمر كي يتمرد على الرئيس الروسي ويتمرد على الجيش؟ من الذي يعطي هذه المرة الأمر؟ وهذا يبدو أنه كان له طموح أكبر بكثير من أن يكون مرتزقا يتقاضى المال. لا بالتأكيد، يعني أنا طبعا يعني ردا على سؤال حضرتكم أستاذ محمد، ليس لديه طموح. من كان لديه طموح بأن يكون مثلا على رأس سلطة أو متقاسم السلطة ليس بهذه الطريقة. يعني كان لم يكن مثلا ليعد من مكان انتشاري وتحركه خلال ساعات أو اتصال هاتفي من لوكاشينكو. هو يعني كأي ميليشيا، عندما تتقاتل قادة ميليشيات يقوم هذا الفصيل بالهجوم على هذا الفصيل وغير ذلك. يعني يعني تجد من كلمات يعني بروفيجين، تجد من خلال كلماته كلمات مثلا شتم لوزير دفاع ورئيس اركان. اي ضابط او قائد في جيش من جيوش العالم لا يعني لا يقيل الشتائم مثلا لقائد اعلى، وحسب يعني الانظمه العسكريه والنظام انظمه الخدمه ان يعني المرؤوس ينفذ كل الأوامر دون يعني تلك أو تذمر طبعا ضمن القواعد العسكرية والانضباطية. ولكن هذا يعني تنفيذه، نحن لنفرق يعني بين شيئين، هذا الرجل ينفذ التعليمات ويحسب حساب مردود مادي من خلفيته. يعني في السابق طب هذا يقودنا، معذرة دكتور على يعني على المقاطعة، لكن هذا يقودنا للسؤال، من الذي يعطي بروغوجين التعليمات برأيك؟ بروغوجين طبعا يعني لديه أمر قتال ومهمة قتالية على هذه الجبهات باتجاه مثلا نفرض مثلا المهمة الأخيرة في باخمت. هو يعني قتاليا أمره مستقل، يعني تعليمات قتالية مستقلة وأمر قتاله مستقل. هو يخاطب وزارة الدفاع ويخاطب رئاسة أركان من أجل التأمين الإداري والقتالي. وأعطي هو طبعا هامش يعني من قبل بوتين، هذا ما أزعج وزير الدفاع ورئيس أركان بأن هذه الميليشيا فعلا حققت أكثر ما حققه الجيش الروسي في باخمت، وقدمت يعني من الضحايا. لكن وحتى يعني ضمن تآمر من قبل وزير الدفاع ورئيس أركان بأن هذه الميليشيا يعني ليست لها هذا الوزن، أحيانا ممكن تحتاج ذخيرة ما بنعطيها، ممكن تحتاج دعم، وهذا ما ضعف عدد القتلى في يعني في قوات أو في ميليشيا فاغنر. الأمر أخذه، أمر التمرد أخذه من نفسه هو، وهذا الأمر يعني أمر يعني همجي.
دعني يعني أضرب لك مثالا في سوريا، عندما تحركت فاغنر باتجاه حق النفط، حق النفط تسيطر عليه أمريكا وأراد أن يحتل هذا الحقل، قامت القوات الأمريكية بتقريبا قتل يعني بالطيران بواسطة الطيران بقتل بالمئات يعني حوالي يعني يقارب الألف عنصر. هؤلاء العناصر لا يعني لا يعملون ضمن تعليمات قتال وخطة تنفيذ، وإنما هم يعملون استنادا إلى قدرتهم البدنية وقتال الشوارع، قتال الشوارع، قتال المدن، لديهم قدرة في الواقع. يعني إذا ما قارناهم مثلا هؤلاء يعني فاغنر مع أي ميليشيا أخرى، يعني مثلا لنقارنها مثلا مع حزب الله اللبناني التابع لإيران مثلا في سوريا، هؤلاء يعني مثلا لديهم قدرة قتالية ميدانية عالية، بينما ميليشيا حزب الله ليست لديها قدرة قتالية ميدانية. وبالتالي كيف تتأثر الحرب الأوكرانية برأيك دكتور عبد الله بعد هذه الحركة وبعد نفي بريغوجين وعلى ما يبدو أو هو الواقع الآن أن هذه القوات أصبحت بلا رأس؟ هذه القوات طبعا يعني لن تقاتل في الواقع، لن تقاتل هي يعني استنادا لمثلا أن القائد قائدة هو بريغوجين، وإنما تقاتل لمن يدفع لها أكثر، كما قلت لك هذه بندقية مأجورة. لكن ربما البعض منهم يعني قد يعني يتكون لديه فكرة بأنهم للاستهلاك، وهم بالأساس للاستهلاك، إن هم للاستهلاك، وسيكون قتالهم يختلف من حيث الروح المعنوية عما كان عليه في السابق، والأداء قد يختلف إلى حد بعيد. We'll be right back.